النص الشعري قوة العلم محمود سامي البارودي. بين يدي النص محمود سامي البارودي شاعر مصري ينسب إلى قرية إيتاي البارود التابعة لمحافظة البحيرة. ولد عام 1838 ميلادي من أسرة موسرة لها صلة بأمور الحكم، وقد تثقف نفسه بالاطلاع على التراث العربي، وهو رائد مدرسة البعث والإحياء في الشعر العربي الحديث. له ديوان شعر مطبوع، وله مختارات سماها مختارات البارودي، وهو أحد زعماء الثورة العرابية، وتولى وزارة الحربية ثم رئاسة الوزراء باختيار الثوار له، لقب برب السيف والقلم، وتوفي عام 1904 ميلادي. في هذه الأبيات يؤكد الشاعر على أهمية العلم في قوة الشعوب ونشر العدل بين الناس والوصول للاكتشافات، ويظهر مكانة العلماء ودورهم في الحياة. قوة العلم. بقوة العلم تقوى شوكة الأمم، فالحكم في الظهر منسوب إلى القلم. لو أنصف الناس كان الفضل بينهم بقطرة من مداد لا بسفك دم. فاعكف على العلم، فاعكف على العلم، تبلغ شأو منزلة في الفضل محفوفة بالعز والكرم. فليس يجني ثمار الفوز يانعة من جنة العلم إلا صادق الهمم. لولا مداولة الأفكار ما ظهرت خزائن الأرض بين السهل والعلم. فاستيقظوا يا بني الأوطان وانتصبوا للعلم، فهو مدار العدل في الأمم. فرب ذي ثروة بالجهل محتقر، ورب ذي خلة بالعلم محترم. دو المدارس فهي الغرس إذ بصقت أفنانه أثمرت غضا من النعم. فرب ذي ثروة بالجهل محتقر، ورب ذي خلة بالعلم محترم. دو المدارس فهي الغرس إذ بصقت أفنانه أثمرت غضا من النعم. يجنون من كل علم زهرة عبقت بنفحة تبعث الأرواح في الرمم. بل كم خطيب شفى نفسا بموعظة، وكم طبيب شفى جسما من السقم. مؤدبون بآداب الملوك فلا تلقى بهم غير عالي القدر محتشمي. قوم بهم تصلح الدنيا إذا فسدت، يفرق العدل بين الذئب والغنم. وكيف يثبت ركن العدل في بلد لم ينتصب بينها للعلم من علم؟ لولا الفضيلة لم يخلد لذي أدب ذكر على الدهر بعد الموت والعدم. فلينظر المرء فيما قدمت يده قبل المعاد، فإن العمر لم يدم. الفهم والاستيعاب. 1- نكمل الفراغ في الجمل الآتية بما يناسبه من النص. ألف: إذا أنصف الناس يكون الفضل بينهم بالعلم. ب: لا يجني ثمار العلم إلا صادق الهمة. جيم: العلم مدار العدل بين الأمم. 2- إلى من ينسب الحكم في الدنيا؟ إلى القلم، أهل العلم. 3- ما النتيجة المترتبة على التزام العلم والعكوف عليه؟ التقدم والازدهار واكتشاف خيرات الأرض. 4- لماذا يدعو الشاعر إلى بناء المدارس لنشر العلم والأخلاق؟ فهي الأساس الذي يرتكز عليه العلم. 5- بماذا يشفي الخطيب الأنفس المريضة؟ بالمواعظ. 6- من الذي يصلح الفساد في الدنيا؟ أهل العلم، وهم معلمو الناس العلم النافع والأخلاق القويمة.
7. ما الذي يخلد ذكر أهل العلم بعد موتهم؟ الفضائل التي تمسكوا بها في حياتهم والعلوم التي خلفوها. المناقشة والتحليل. 1. بما يوحي لنا عنوان القصيدة أن العلم مصدر قوة الأمم وطريق ازدهارها. 2. نوضح دلالات العبارات الآتية: ألف تلقى بهم غير عالي القدر محتشمي، المكانة الرفيعة للمتعلم. ب. لم ينتصب بينها للعلم من علمي الجهل. 3. نستخرج من النص ما يتواءم مع الآتيتين: ألف قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. البيت 3 والبيت 11. ب. قال تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. البيت 15. 4. نبين جمال التصوير فيما يأتي: ألف فليس يجني ثمار الفوز يانعة، شبه الفوز بالثمر الذي يجنى. ب. يجنون من كل علم زهرة، شبه العلم بالحديقة المليئة بالأزهار. 5. وازن الشاعر بين العالم والجاهل، نذكر البيت الذي يدل على ذلك. البيت 7. 6. نستنتج من القصيدة فوائد العلم التي تعود على الأمة والمجتمع: انتشار العدل، ازدهار المجتمع، موكبة الأمم الأخرى، اكتشاف خيرات الأرض، تسهيل حياة البشر. 7. العلم سلاح ذو حدين، نناقش هذه العبارة: العلم الصالح يعود بالخير على الأمم ويكون وسيلة لنشر العدل، أما العلم المتجرد من الفضائل فإنه يدمر الشعوب وينهب مقدرات الأمم.